طلب السودان من مجلس الأمن الدولي إثناء جميع الأطراف عن أي إجراءات أحادية فيما يخص سد النهضة، بما في ذلك البدء في ملء خزان السد قبل التوصل إلى اتفاق لما يترتب عليه من تعريض سلامة تشغيل سد الروسيريس جنوب جمهورية السودان، وبالتالي حياة الملايين من الناس والذين يعيشون في المصب لخطر كبير. هذا وذكرت وزارة الري السودانية أن وزارة الخارجية السودانية تقدمت بخطاب لمجلس الأمن الدولي بشأن موقف السودان من آخر تطورات قضية سد النهضة الأثيوبي ونتائج جولات المفاوضات الثنائية والثلاثية والتي عقدت مؤخرا بوجود مراقبين من جنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ضمن مبادرة رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك. وطلب السودان في خطابه من مجلس الأمن دعوة قادة الدول الثلاث لإظهار إرادتهم السياسية والتزامهم بحل القضايا القليلة المتبقية وحث الأطراف على اعتماد المسودة الشاملة والتي قدمها السودان في المفاوضات الأخيرة كأساس لعمل وإكمال وثيقة الاتفاق والتي ترضي جميع الأطراف. هذا ونبه الخطاب أيضا إلى أن الزمن المتوفر للوصول للاتفاق ضيق وحرج، ودعا الجميع للعمل بجد للوصول للحظة تاريخية في حوض النيل وتحويل سد النهضة إلى محفز للتعاون بدلا من سبب للصراع وعدم الاستقرار.